بسم الله الرحمن الرحيم. هو الفشل هذا يعني واقع قائم يعني لا مراء فيه يعني ولا نقاش. لكن الفشل مرده يعني المشكل هو في الأسباب. الفشل حسب رأيي أنا يعني لأن استمرت الوصاية الخارجية على البلاد وتدخل فرنسي مفضوح لإعادة ترتيب البيت. وانتم تعرفوا اللي الشيخين تلقاوا في باريس تحت رعاية فرنسية وصنعوا ما يسمى بالوفاق اللي هو ما يسمى بالكوبرمي بوليتيك يعني توافق. أي توافق أو الوفاق فهمت. تدخل فرنسي فقط تدخل هناك تونس ولا ساحة الحقيقة هي عدة تنافس يعني عدة دول أنا تحب طبعا تحقق مصالحها من خلال يعني خطوات أو فصائل قائمة موجودة في الساحة بعد الثورة. ولكن النظام في تاريخه أصلا هو صناعة فرنسية هذا لا يشك فيه حتى يعني كتابات أخيرة. أنا شفت كتاب سي الدكتور خالد منوبي يحكي على قرن السقوط السياسي ويعتبرنا حتى الحركة الوطنية وقع اختراقها وأن يعني ثم ما يسميه هم لي توب هذوما الخلدان وثم ما يسميه هم السذج وأن المخابرات الفرنسوية خدمت بدور كبير ياسر في صناعة ما يسمى بالدولة الاستقلال اللي هي الحقيقة إدارة يعقوبية جاكوبينيست بنات وقع تونستها إحالتها لتوانسة. ولكن في الجوهر لم يكن هناك يعني مجال لبناء حياة سياسية. قامت دكتاتوريات دكتاتورية أولى ثم دكتاتورية ثانية وطبعا نحن نعيش يعني في التاريخ كله هو عبارة على بناء يعني معناه متواصل الحلقات وليس بناء مهلهل يعني وفيه. فمن أين ستأتي هذه الطبقة السياسية أو هذا الجيل السياسي اللي محنك وعنده تجربة في السياسة؟ قلت لك هو كان العمل السياسي مجرد مطيل 60 سنة. فأدخلنا احنا بالحقيقة على تصحر سياسي وطرحنا في حركة وفاء أن ما يسمى أن نساهم في بناء مجال سياسي وطني. طبعاً هنا نعم. خليني نستوقفك ساعة في حديثك على الاختراق الفرنسي للنخبة السياسية والمشهد وحتى الحركة التحرر. ماذا تم تروحي في الجزائر مثلاً؟ هنا فما سؤال وأنت تجاوبني بالطبيعة. يقال أنه عوقبت مثلاً حركة وفاء في الانتخابات بناء على نظرية المؤامرة التي تتحدث عنها دائماً ويقول لك زاد أنتم وفاء أو المؤتمر من الجمهورية سابقاً والحراك أيضاً حالياً كنت عامل يعني انشطته من 2011 حتى 2014 في الساحة السياسية قبل الانتخابات 2014 كنتوا موجودين كرقم قوي ومع ذلك ما عدلتوش المعادلة وكنتوا جزء من أجزاء الفشل. ما عدلناش طبعا كما حكيت لك لأن الساحة خلينا نقول احنا مليانة بالأجندات الخارجية. أنا عشت لماذا لم أصادق الدستور؟ يعني كانوا ناس حنا نكون في لجنة إصلاح القضاء يعني كان واحد فرنساوي ملازمنا أستاذ فرنساوي ملازمنا ويتابع في يعني مثلا كنت من الاقتراحات يعني القضاء الإداري يصبح دوائر في المحاكم لواش محكمة إدارية يعني علاش نستنسخ التجربة الفرنساوية ثم إلغاء المحكمة العسكرية الناس تعاني منها المحكمة العسكرية لليوم يعني محكمة استثنائية وجبتها لنا فرنسا واحد فما نجمش نعمل حتى سلاح. أستاذ كل بلدان العالم فيها محاكم عسكرية. إي لكن النموذج أنت تختاره مش ضروري نعمله تجم تكون دائرة في القضاء العادي لكن يمثلون أمامها العسكريون مش تدخل تو تدخل تلقى روحك في جزرة. المحاكمة الأخيرة أنت سي رضا بالحاج على حزب التحرير على بيان عمله نبتوا هنا يعني جاي يدخل صحافي قانون لا يوديش عليه ما مثلاش على نتيجة الجلسة وركن من أركان المحاكمة العادلة هي العلنية باش ترقب المواطن أي مواطن يراقب سير العدالة. فتجبرت باش تصلت بسيد وكيل الجمهورية في القضاء العسكري باش يسمح للصحافي أنه يدخل معنى هي تقع داخل الفكنة ما كانش مبرر يعني وجود المحكمة بك يعني الاختصاص وكذلك يعني
محكمة في فضائها، فضاء هو فضاء متاع عسكر يعني ماش. فكنا احنا مش ضد القضاء المتخصص، ولكن القضاء ذاك هذا هو لأنه الدماء وقت النقاش كان هل هو هل هي كانت محكمة مختصة أو محكمة استثنائية، وحتى الأحكام الانتقالية للدستور تحدثت على إلغاء القضاء الاستثنائي في الفترات المقبلة لكن على مراحل. بالضبط، ولكن احنا مشينا اشتر خطوة، قطعنا اشتر خطوة، قلنا لا يمثل المدني أمام المحكمة العسكرية، ولكنهم يمثلون. مازالوا يمثلون. آخر ما حصل السي رضا بالحاج. باهي استاذ خلينا نقدموا، لو انه انت مازلت ما جاوبتنيش على سؤالي، هل تمت مراجعه موضوع تأمل. اي هل تمت مراجعه لكل المشاركه نتاع سواء وفاء، حركه وفاء في حد ذاتها، او وقت اللي كانت تقبل جل اعضائها وجل منتميها ومسيريها كانوا في المؤتمر من اجل الجمهوريه، لو كان جزء من التركه الحاكمه، تمت مراجعه لتلك الحقبه وعلى اساسها التقيتوا انتم مع الحراك ومع بقية الحساسيات؟ طبعا هو تم عملية تقويمية، يعني تقويمية لما حصل. يعني احنا قلنا زمن بن علي كان كنا طرحين يعني مشكلة القطيعة التامة مع النظام هذا، ولا لا نخوض المسرحية الانتخابية وغيره وغيره وغيره، كنا نديو برحيله، نديو بأنه هي يعني نظام ديكتاتوري إلى آخره. ولكن بعد الثورة ما كانش عندنا أدوات يعني سياسية نواجه بها المرحلة الجديدة. فالحقيقة في حركة وفاء قلنا احنا طاح الاستبداد أو ضعف أو فهمتني، وبقى الفساد. عملنا مؤتمر المحاسبة في بداية جانفي 2013، وطرحنا مشكلة تفكيك منظومة الفساد، تفكيكها معرفيا يعني على أساس أنا نشر الأرشيف ومعرفة كل الحقائق، ثم تفكيكها إجرائيا يعني عن طريق المحاكم، اللي عنده حق يأخذه واللي ما عندهش حق ما يأخذوش. فطبعا هنا تقلبوا علينا الناس الكل، فهمتي، بما فيهم يعني الناس اللي هي مرتة، وخلينا نقولوا يعني ثم حتى أطراف يعني رقابية اللي كانت مورطة مع بن علي، وأنا شكيت عبد السلام جراد، ونحاولوا ثلاثة ترولو ثلاثة مقاسم في جاردان دو كارتاج على أساس أنه لا يملك، وجايب شهادة على الشرف باللي هو ما يملك حد شيء، وهو يملك في جميع ما يثبت في حي التحرير، وعنده يعني صالة وعنده قهوة. موضوع الفساد هذه معناها نجحوا في تأليب الرأي العام ضدنا، لأن احنا أول من طرح مشكل فتح موضوع الفساد باعتبار أن الاستبداد، وشو هو بره الاستبداد، هو لخدمة الفساد. أستاذ مثلا علش ما تقولش كترحتوه في جا في 2013 خذلتكم السلطة اللي كنتوا جزءا منها؟ طبعا، لأن السلطة ساعتها كانت بدأ خذلنا حمد جبالي الفساد ونعم الفساد. أي خذلنا رئيس حكومة خالد جبالي، قال الحكومة هي اللي تقاوم، بينما احنا طرحناه كمهمة وطنية مفتوحة على جميع طيف الوطني يعني هو يقاوم الفساد. قال لا، هي تو الدولة هي اللي تقاوم، ومش بيقاوموش، لأن أول الذي كتبته في كتابي الثورة وعن فلان الفكرة تحدثت على الحادثة اللي المواجهة اللي صارت بيني وبين محمد جبالي، قال لي واش تشكي بعبد السلام جرات؟ أنا ملف فساد شكيت، ما شكيتش كان به هو. احنا 25 لأنه وقتها بقية مكونات التركة ارتأت أنه ربما تحالفات وقتية من أجل أنها تحكم على قاعدة مستقرة، هل لأنه شفت أنه الظرفية والمصلحة تقتضي أنها ما تحسبش وقتها الفاسدين وبالعكس تدخل معهم في اتفاقات؟ أي تسويات طبعا، وهذا هو الخطأ الاستراتيجي، لأنهم هم ما رضاوش بها بعد، ولو الفاسدين يحاربوا فيها وكانت عندهم الوسائل ولا عندهم امتدادات من الخارجية. لأن مثلا سي لطفي عبد الناظر جانا معناها الألمان تدخلوا له شو اسمه دوريد بن علي تكلم عليه نائب في البرلمان البلجيكي، معناها هم راهم الفساد راه صحيح هو يعني موجود في تونس لكن راسه موجود البر. حتى احد نواب الترويكا الان نائب في مجلس النواب تكلمت عليه انجيلا ميركل شخصيا. اي ممكن. اي يعني هو الفساد شجره ممتده يعني مش مقتصر على طيف دون الاخر. لا، ما كان ثم منظومه كامله، وكانت يعني عقيدتها هي الفساد يعني. سمعت عقيدتها، لان هي لما انت تبني قوانين أو تصدر قوانين كما قانون القاضي المؤسسات يعطي الصلاحية القاضي أنه يسقط ديون البنوك، وهذا ما حصل،
ومنشأة فريدة الرسمية أنه يعفي ناس من قروض بالمليارات. هذا يعني فساد، فساد مؤسس، فساد يعني بالقانون، بالغطاء القانون. وكانت في الافتتاح نتاع وهذه منظومه في الافتتاح نتاع مؤتمرات التجمع يعلنوا على عفو ضريبي عام. اي بالضبط. وعندك عفو شيكات، شيكات اي. وصل حتى سي قائد السبسي عمل عفو على المحكوم عليهم في شيكات، بينما كانت الناس تفاوض مع الناس مسجونه يقول لهم اعطينا شطر المبلغ و فهو صدر عليهم عفو كامل وضاعت الديون. فالموضوع أنا باقي نشدد في سؤالك اللي هو سؤال يعني رشيق يعني فلان، موضوع المؤامرة أو موضوع الوحد. طبعا نحن مستهدفون من طرف القوى الغربية بمؤامرات وبانقلابات وغيره، واحنا يعني العناوين اللي صارت وصار انقلاب في مصر، ولكن احنا صار لنا انقلاب نعم يعني خوفوا النهضة والنهضة خافت، وعدوا شروط الانتخابات 2014 اللي ما نجحناش فيها بالشروط اللي طرحوها بشروطهم هما، خرجوا الناس كل من الحبس فهمتي بدون موجب فهمتي، ما زالت قضايا جارية حتى ساعة شو اسمه الزواري خرج على ترشحه للرئاسة من السجن يعني ترشحه للرئاسة ترحيب الزواري اي نعم سي هذا الغرياني ما عندوش حق باش يظهر في الاماكن العامه، خرج مع نداء تونس وظهر في اوتيل سفاكس في صفاقس. طرحوا مشكله عدم تحسين الثوره، بل اكثر من ذلك ان الجماعه اللي كانوا موجودين في السجن يتسرحوا ان المال يدخل، مال خارجي يدخل يدفق بشكل غير مراقب. وانا الدكتور المرزوقي قال لي راهو كلفوا في المجلس الامن القومي سي صفر باش يعطيهم يعني كشف حاله على تدفق المال، لكن قال رجعناه بعد اسبوعين رفض. وحتى سي بن جدو قال لي راهو المال متدفق بشكل كبير ياسر عده اطراف. وسي صرصار تحدث 2016 في ندوه في الحمامات امام جمعيه المحامين صرصار نتاع ليزي اي بحضور سي شوقي طبيب وبحضور سي سمير العنابي اللي كان على الهيئه سابقا، قال دخلوا 1500 مليار اليوم ارقام كبيره. صناعه المشهد صارت بوسائل ماليه فاسده من الخارج، بحيث احنا نعيشوا الان يعني ما صحيح مقاش حرب وما قعدش مواجهات ولكن المال الفاسد صنع المشهد الحالي اللي هو مشهد انتهى الى ما انتهى اليه من تردي ويعني يعني حتى بؤس خلينا نقولوا يعني هذو الناس في المجلس يعني تشوف فيهم يعني ربما استاذ يقول لك بؤس ياس ومال متدفق خير من حرب اهليه كما صار في ليبيا وسوريا. عليك احنا ما كانش عندنا الخيار ما بين لا بيست و لا كوليرا، احنا كنا نجموا نبنيو ولكن نبنيو على اساس يعني تفكيك المنظومه الفساد، نتخلصوا من القوانين هذه الفاسده النظام الدكتاتوري قوانين زاد راه واليات. وثاني حاجة يعني نصلح مؤسساتنا، نأهل القضاء، لأن يعني القضاء ما تأهلش لمكافحة الفساد إلى حد الآن. إلى حد الآن القضاء عندنا قضاة ولكن ما عندناش قضاء، عندنا قضاة صحيح متميزين ويحبوا يطبقوا القانون وكله، ولكن ما عندناش قضاء. أستاذ في الوقت اللي قاعد عنا نقدم شوية في حوارنا هذا توصيفك وقراءتك للمشهد الحالي، هذا اللي خليكم تلتقيوا مع الحراك مجددا بعد ما كنتوا خرجتوا انتم من المؤتمر، انقسم المؤتمر مشى إلى حراك مؤتمر وحركة وفاة والتيار أيضا باعتبار أصول ولد المؤتمر. اليوم انتم ترجعوا مجددا للعمل مع الحراك، علاش البارح في لا يمكن تفهم يعني خلينا نقول احتراف
ذات موضوعية. بعض من وجوه المؤتمر الجمهورية تورطت في قضايا فساد، البعض الآخر أساء إدارة المرحلة، وكنت فما تحفظات حتى على يعني شخصيات وطبع بعض القيادات وأسمائها في انفرادها برأيي في محاولتها لتوجيه المؤتمر في اتجاه معين. اليوم رجعت وتخدموا مع الحراك، هذا يخلينا نتسألوا هالتطابق اللي يتحدث عليه القيادي بالحراك عماد الدايمي، شنو الأسس نتاعو؟ كيفاش تطبقتوا في رؤية والتصور؟ أولا هو كيف بلغنا هذا المشترك وبلورنا هذا المشترك، هو بست آلية الحوار. احنا أرسينا حوار بعد انتخابات 2014، يعني بداية صيف 2015، وحررنا وثيقة تحاول تقيم تجربة الترايكا. لماذا فشلت الترايكا؟ لأنه كان فشل صحيح، ولكن ما هي الأسباب؟ ثم شخصنا الوضع على أساس أنه هي عودة المنظومة القديمة، يعني هي ثورة مضادة، وأن مسار الثورة أتوقف نتيجة متاعه. ولذا في تشخيصنا الأوضاع احنا انطلقنا من أنه منظومة الثورة كمسار وقع إيقافه، عودة المنظومة القديمة بأدوات قديمة، لأنه تعرفوا شعار الوحدة الوطنية والوحدة القومية وكل الرمزية عودوا أحياوها متاع بورقيبة اللي خذاها قايد سيبسي وعمل لك المريات متاع البسكبوت وكل شو الرمزية متاع هذا الزعيم الكاريزماتي معناتها فهمتني. يعني هي سموها أو الاتحاد الأوروبي سماها الانتقال إلى الديمقراطية، البرلمان الأوروبي في قراره 16 سبتمبر 2016 يعني العنوان هو انتقال. كيف ننتقل إلى الديمقراطية برموز الديكتاتورية؟ معناها ثم تناقض يعني. طيب اللي يحكي على الديمقراطية معناها لازم يتحدث على مانديلا، يتحدث على السلمية، يتحدث على غاندي، يتحدث على واحد، وما يتحدثش على بورقيبة ولا ثم حتى تو احنا وصلنا في مرحلة ولو تحبت الناس تحب ترجع لاعتبار البن علي. وانت تحكي على انك انت تو في مرحلة انتقال ديمقراطي، انتقال ديمقراطي لابد ان يكون عندك اولا تصور وعندك ذي رمزية. مش هل اليوم الناس تتحدث على إعادة الاعتبار البن علي لأنه فشلت منظومة العدالة الانتقالية مثلا؟ العدالة الانتقالية يعني ما كانش لها حزام سياسي يعني. كل ذلك الدعم من حركة النهضة، من المؤتمر من أجل الجمهورية، من الحركة، من حركة وفاء، من عدة أطياف أخرى بما في أيضا الجبهة الشعبية، التكتل تقريبا قيامة بعد 14. لكن المنظومة الحاكمة كان ضدها، أي المنظومة الحاكمة أدوات الدولة وسائل الدولة كل كان ضدها. شكون يعني الحكومة كانت مع العدالة الانتقالية؟ قائد سبسي كان مع العدالة الانتقالية؟ رئيس الجمهورية لا، كانوا ضد. يعني الحكومة ورئيس البرلمان كيف ما كانوش مع العدالة الانتقالية ونجاح العدالة الانتقالية، بدليل أنه يعني هما أولا قاطعوا كل الجلسات، ما فيش حتى واحد حضر حتى كالجلسات العلنية، والثاني حاجة حتى سياسيا ما كانش هناك دعم، بالعكس هي تم أطراف يعني سهلت هذه حكاية التهجم والتشكيك وأن المسار هذا هو مسار انتقامي وإحنا ما إحناش بحاجة ليه. ثم كان يمشي في 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 تقريبا توجه عكسي لقانون المصالحة، لأنهم هم جايين بقانون المصالحة وهم جايين بالوحدة، هم يستعجلون المصالحة قبل المساءلة. ولذا العدالة الانتقالية كانت اشتغلت في ظروف صعبة جدا يعني. لأنه أيضا زاد صياغة النص متاع العدالة الانتقالية ركزت أكثر منه على جانب جبر الضرر المادي أكثر منه كل ما يحيط بذلك من اعتراف، من مكاشفة، من مصارحة، من إعادة كتابة. توصيات البنود واضحة ومتحدة. أما أنتم سخطوا لأن علاش؟ لأنهم مش يحبوا يكشفوا الدور الغربي، لأن الديكتاتورية ترى والفساد الكل كما قلت لك راهو ضالعين فيه الغرب، والغرب ما يحبش يكشف دوره. وانا طالبت من سعدي العري وكان وزير الداخليه، قلت له كشفنا الارشيف، الارشيف الداخلي خلينا نعرف واش صار، فهمتي، نعرف واش شنو. قال لي لا ثم عائلات كانت معناها جاوبك وقتها وقال لو ان كشفنا الارشيف عائلات كامله ستهدم وغيرها ستهدم، لان بعض اطراف العائلات كانت توشي بالبعض الاخر. ثم من جهة أخرى قال لي القوى الخارجية اللي تعاون فينا يعني الغرب سيرفض التعاون مجددا معنا لأنه هو ضالع.
لا لانه عنده عقوبات خاصه تكشف ولا هم ليش يعملوا هادي؟ وشنو فرنسا تعاقب مثلا صالح كركر في فرنسا؟ شنو يعمل ضد فرنسا هو؟ وما معناتها خصومته مع نظام بن علي، علاش يفرض عليه إقامة جبرية غاديك ويبدأ تحت نظر البوليس؟ لأن قادته طلبوا من فرنسا، هذا موضوع آخر. قادته هم الذين طلبوا من فرنسا تعاقبه. بعد ما يرفع إلى حضراتكم أذان الظهر حسب توقيت مدينة تونس ومجاورها، نرجع مع الأستاذ عبد الرؤوف العيادي اللي بيجاوبنا على سؤال اليوم، شنو الحظ متاع هذا الائتلاف المشترك الوطني في الانتخابات المقبلة، وهل أنه تم تجاوز كل الخلافات بين المكونات والخلافات السابقة من أجل أنها تعمل جديا على أرض الميدان؟ يرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة الظهر. أشهد أن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رجعنا لكم، مازلنا مواصلين في حوارنا مع الأستاذ عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء. آخر سؤال وجه إليه هو، هل تم تدارك الخلافات كلها واليوم تنجموا تخدموا على أساس صلب من أجل تحقيق حاصل انتخابي جيد في التشريعية المقبلة؟ يعني احنا نعتقد أنه خياراتنا السياسية يعني ليست في يعني تكوين أو بناء مكينة انتخابية، في بناء مشترك سياسي مش يفتح أفق بناء حزب سياسي اللي يشارك في صنع تاريخ البلاد، يعني يكون شريك في صنع تاريخ البلاد. وهذا يعني طبعا خلانا نشتغل على موضوع المشترك، سميناه المشترك الوطني. احنا نعتقد أنه الآن البلاد في مرحلة من مفروض أنها تتحرر فيها من التدخل الأجنبي، هذا تدخل شفناه كيف كان في صيغة التشريعات هذه المملات من البرلمان الأوروبي، وتدخل سياسي فظ يعني تحدث فيه رئيس الدولة عن المسؤول الكبير،
ثم مشكلة الثروات وما أثير حولها من عدم التصرف فيها بالطبقة مبدأ الشفافية. يعني احنا لخصنا هذه في مقولة استرداد الذات والثروات، يعني أن مقدراتنا نولي معناها بين يدينا، ثم نسترد ذاتنا ك ك ك كدولة ذات سيادة تشرع لنفسها، ليس هناك إملاءات وكل. وهذا طبعا هذا هو المشترك اللي الوطني فهمتني، اللي هو في الحقيقة يتميز أو ثم هناك خط فاصل بينه وبين أحزاب اللي ما عندهاش مشكلة مع الأجندات الخارجية واللي تشتغل من أجل المحاصصة والامتيازات وأنا تزرع أنفسها داخل مفاصل الدولة. هذا طبعا ليس هو هجسنا وليس هو المأرب الذي نتطلع إليه. احنا نتطلع إذن إلى بناء مجتمع القيم الحر، ومجتمع حر دولة ولكن قائم على قيمة العدل، ولذلك احنا نديه بتأهيل القضاء أنه يجب يقاوم الفساد ويبسط صوت القانون على الجميع. قيمة العمل، نحن ضد العمل النقابي المطلبي اللي هو ما يقابلوش يعني خلق ثروة، وأنه احنا لابد نفعل قيمة العمل ثم نبني المؤسسة القادرة على نعيش بمعايير العصر، المؤسسة القادرة على المنافسة كما المؤسسة تكون في تونس كما في كوريا، ما نش حتى عقدة. احنا ثالث حاجة هي المعرفة والعلم، ولهنا لابد من إصلاح تربوي يعني جدي فهمتني. ثالث خامس قيمة وهي قيمة قيمة الأمانة، باعتبار أن السياسي يكون مؤتمن على البلاد، يعني خلينا نقوله يعني مصيرا وكذلك واقعا، يعني أنه السياسي ما يكونش الهجس متاعه هي يعني بحث الامتيازات أو حتى يمشي لحد أنه يتحدثوا الآن على التطبيع تحت الطاولة وتطبيع، معناها تكون السياسي يكون مؤتمن بصفة ويحاول السياسي معناتها أنه يرجع الأخلاق للعمل السياسي. تطمح إلى كتلة وزنة قديش هكيك العدد اللي بيشتخدموا عليه أنتم؟ احنا مرشحين في جميع يعني خلينا نقول جميع تراب الجمهورية وكذلك الخارج، ونحن متفائلون باعتبار أن الثورة الجزائرية الآن أنصفت الثورة التونسية، لأن برشا بعد الثورة التونسية اللي تو يحبوا لحد الآن تتعرض إلى عملية ترذيل ويسميها بالعربية سامحوني تشليك، ثورة البرويطة وغيره وغيره كل هم يعني المنظومة القديمة تتحدث على الثورة هذه بالمصطلحات هذه بالعناوين هذه. وفي الواقع أنا نتصور أنه المسار أو الموجة الثانية من الثورات العربية وخاصة الماجر الآن في الجزائر والسودان هي أنصفت الثورة التونسية وأكدت أن المخرج من الأزمة هذه لا يستطيع أن يكون إلا بعناوين ثورية. عناوين ثورية كما قلنا نعمل قطيعة مع نموذج الدكتاتورية، الزعيم الكاريزماتي اللي معه حزب وأمن سياسي يدور به البلاد قال شنو يعني وحقق الأمان بين ظفرين، وإحنا مع بناء دولة الحريات والقانون. دولة القانون هذه معناها أمر نعتبره هذا هو المشترك تقريبا اللي بشي يجمع ما بيناتنا، ونعتقد أن خلينا نقول الريح تنفخ في القلاع متاعنا، وإن شاء الله أنا بكل تفاؤل أنا سيعود الاعتبار للثورة والطرح الثوري والمنهج الثوري في بناء تونس، ممكن مش كان تونس برك نقول نحكيه حتى على بناء كيان مغاربي يمتد إلى الجزائر وليبيا وغيرها.
شكرا لك الأستاذ عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء، موافقين في ائتلاف المشترك الوطني وأيضا في ترشحك لعمادة المحاماة حسب ما بلغنا. موفق إن شاء الله، أكيد يكون عندك عودة، وانتوما في الائتلاف يكون عندكم عودة لهنا بحذنا في الإذاعة الوطنية مع تقدم بطبيعة الزمن الانتخابي. يلا بعد الفاصل نستقبلوا الأستاذ هشام السنوسي نائب رئيس هيئة العليا للاتصال السمعي البصري، نتحدث على تنقيط المشهد الإعلامي قبل الدخول في الزمن الانتخابي.